بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد لمجموعة من الطلاب والمعلمين وهواة الفلك في مسابقة الاتحاد الفلكي الدولي لتسمية 20 كوكبا نجميا، نجوم زائد كواكب. دولة قطر باعتبار أن فيها يعني منسق أنشطة فلكية يسمى ناشونال اوتريتش كوردينيتور او نوك بالاختصار، فيحق لها المشاركه في هذه المسابقه. هذه المسابقه موجهه بحيث يشارك فيها فرق، اكثر من فريق، كل فريق يتكون من مجموعه اشخاص منوعين، طلاب، معلمين، هواة فلك، فلكيين، مهتمين، مين مكان يعني يستطيع أن يشارك في الفريق الواحد. أقل عدد فرق يمكن للبلد الواحد أن يشارك فيها 3 فرق أو 3 فرق، بحيث أنه يكون بينها تلك الفئات. ممكن يكون الفريق 3 أشخاص فأكثر، ويمكن أن يكون حتى 15 شخص أو ربما يزيد، بحيث أنه يقدموا مشروعاً مناسبا يرشح ضمن 3 مشاريع لتمثيل البلد. طبعا سنتكلم عن هذا بالتفصيل، وحيث انه هذه المسابقة مختصة وحيث انه هذه المسابقة مختصة بتسميات الكواكب، يعني احنا في كواكب كثيرة اكتشفت اللي هي الكواكب النجمية، فيجب ان نتكلم في البداية عن هذه الكواكب النجمية، وسأقدم عنها بضع سلايدات فقط سريعا حتى نستغل الوقت ونتكلم عن بعد ذلك عن شروط المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مسابقتنا تتكلم اول شيء عن الكواكب النجمية، يعني اساسا هي اعادة تسمية بعض الكواكب النجمية، 20 كوكبا نجميا من بين الوف او يعني عشرات الالوف من الكواكب النجمية التي اكتشفت من خلال السنوات السابقة أو الماضية. تم يعني التوافق على 20 كوكبا نجميا، سيقوم مرصد أو تلسكوب جيمس ويب الفضائي برصدها. جيمس ويب الفضائي طبعا أطلق نهاية 2021 في 25 ديسمبر 2021، والآن طبعا يعني على بعد 1.5 كيلومتر من الأرض، ويقوم بتصوير يعني أجرام السماء المختلفة، وله مهمات كثيرة. من بعض مهماته إعادة دراسة أو تصوير الكواكب النجمية العشرين التي تم اختيارها من قبل الاتحاد الفلكي الدولي. الآن طرحت المسابقة على مستوى العالم، ممكن يكون عدد الدول المشاركة أقل شيء 100 دولة، وربما يصل 150 دولة في المشاركين في مسابقة تسمية هذه الكواكب العشرين. يحق لكل بلد أن تختار 3 نجوم، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل. طيب، ما هي الكواكب النجمية؟ وهذه قصة مهمة جدا، وأرجو أنه يعني يكون الناس الموجودين الآن معنا بإمكانهم إذا كانوا داخل قاعة أو داخل مسرح، بإمكانها المعلمة أو الأستاذ يعني يلتقط بعض الصور للطلاب أو الطالبات بطريقة يعني التي ترونها مناسبة، بحيث أنه هذه الفيديوهات تدمج معا وترسل، لأنه أحد شروط المسابقة أنه يكون في عندنا فيديو يتكلم عن نشاط الإكزو بلانيتس أو ما يسمى بالكواكب النجمية. وباعتبار أنه أنا أحد المشاركين في برنامج قطر لاكتشاف الكواكب النجمية يعني من 2015 ل 2019، فيعني أعتبر واحد من الباحثين، واسمي على 4 كواكب مكتشفة من هذه الكواكب، فيحق لي أن أتكلم لكم عن هذه الكواكب النجمية. ما هي الكواكب النجمية؟ أو الكواكب أحيانا تسمى كواكب الخارجية أو كواكب النظام خارج النظام الشمسي، هي كواكب اكتشفت حول نجوم غير الشمس، موجودة في المجرة طبعا، مجرة درب التبانة، اكتشفت بطرق علمية معقدة، لذلك تلسكوب جيمس ويب سيعيد تصويرها مرة أخرى، لكن طبعا العلماء يتسابقون من أجل اكتشاف كوكبا
أو كوكب يعني يساوي أو يشابه الأرض، لعلنا نكتشف يعني حياة أو شكلا من أشكال الحياة. يبحثون عن الماء أساسا، وإذا وجد شكل من أشكال الحياة، المواد الكيميائية، المركبات الكيميائية للغلاف الجوي، هل هي مشابهة للأرض؟ يعني طبعا جميع الكواكب اكتشفت في المجرة، جميع الكواكب المكتشفة حتى الآن كلها بعيدة، يعني الوصول إليها بوسائلنا الحالية مستحيل. طيب، سميت معظم الكواكب التي اكتشفت تسمى كواكب يعني شبيهة بالمشتري. ليش المشتري؟ لأنه مش كوكب المشتري أكبر كواكب، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، فعادة يقارن حجم هذه الكواكب بكوكب المشتري، ولأنها عادة تكون قريبة من نجمها فتسمى المشتريات الساخنة أو الحارة، يعني hot Jupiter. هي طبعا هي ليست كوكب المشتري لكن تقارن بكوكب المشتري، لذلك تسمى المشتريات الساخنة. والمشتري طبعا سمي المشتري لأنه اشترى الحسن والجمال لنفسه، لأنه دائما لامع، وقبل بضعة أيام كان في أقرب نقطة له. عدد الكواكب المكتشفة، عدد الكواكب النجمية المكتشفة حتى الآن يعني يفوق 20,000 كوكب نجمي. طبعا باستخدام الآن بتكلم عن البرامج، سريعا بتكلم عن البرامج النجمية، يعني قبل ما يطلقوا كان عندنا 3 برامج اللي هي هذه البرامج الرصدية، مجموعة برامج 30 برنامج أرضي وبرنامجان فضائيان، واحد برنامج كيبلر وتلاه برنامج تيس اللي هو ما يسمى بترانزيتنج اكزوبلانيت سيرفي ساتلايت تيس. هذان البرنامجان يعني اضافوا على الكواكب النجميه اعدادا بالالوف، لذلك وصلنا 20,000 يعني كوكب. قبل ذلك كانت البرامج ارضيه مثل برنامج قطر لاكتشاف الكواكب النجميه، وكان عدد الكواكب اللي احنا اكتشفناها 10 كواكب، سنتكلم عن ذلك. لكن هناك بعض البرامج الاخرى ايضا كانت يعني مكتشفه اكثر من ذلك بقليل، يعني حوالي 30 كوكب نجمي احسنها. احنا ترتيبنا كان الرابع، الخامس، ثم اصبح الرابع. طيب، كيف يتم اكتشاف الكواكب النجمي؟ يعني انا نجم لامع وبعيد جدا، فكيف استطيع ان أتنبأ أو أتوقع بأن ثمة كوكباً يدور حول هذا النجم؟ ببساطة هناك 3 طرق رئيسية، طرق حوالي 7 طرق، لكن نختصر منها الثلاثة المهمة جداً أو يعني المباشرة أو الأكثر انتشاراً. الطريقة الأولى تسمى طريقة السرعة الشعاعية. شو يعني السرعة الشعاعية؟ يعني الآن الكوكب، إذا شايفين على يسارنا النجم يدور حول كوكبه، بسبب كتلة الكوكب النجم لا يدور حول نفسه في المركز، إنما الكوكب يجبره أن يدور حول نقطة مشتركة بينهما، بسموه إحنا مركز الكتلة. مركز الكتلة هذا بيخلي النجم يروح ويجي، وابلين بسموه، وابلين يعني يهتز يتأرجح. هذه الأرجحة إذا إحنا رصدناها بواسطة ما يسمى المطياف سبكتروميتر، بنشوف الطيف، شايفين الطيف اللي تحت هذا على يمين ويسار، أزرق أحمر أزرق أحمر أزرق أحمر. شو يعني؟ يعني النجم مرة بيروح ومرة بيجي، مرة بيروح ومرة بيجي، فلذلك إحنا بنشوف إنه خطوط ما يسمى خطوط الطيف تبتعد وتقترب، تبتعد وتقترب، فبنعرف إنه في هناك كوكب حول هذا النجم. فهذه تسمى إيش؟ تسمى السرعة الشعاعية، الشعاعية لأنها بهذا الاتجاه الراصد ذهاباً وإياباً، بروح وبرجع. طيب، طبعاً نستطيع من خلالها إنه نحسب كتلة الكوكب، نستطيع من خلالها إنه يعني نقيس مدة الكوكب، كم مدة دورانه حول نجمه، لكن هذه الطريقة صعبة نسبياً وتحتاج يشترط فيها إنه يكون الكوكب يعني فوق النجم، مش مرئي مباشرة، مش أمامه. إذا أمامه راح نستخدم الطريقة الثانية أو الثالثة. الطريقة الثانية التصوير مباشر، يعني بوجه كاميرا التلسكوب على النجم وبصور، بتوقع إنه هذا النجم فيه حواليه كوكب،
لكن بصور طبعا، لكن إضاءة الكوكب أو إضاءة النجم أعلى بكثير من إضاءة الكوكب. إذا كيف سأرى الكوكب؟ يجب أن أحجب النجم، فبنسميها في جهاز صغير هيك أداة تسمى الكورونوغراف، اللي هي يعني إحنا بنحطها أمام النجم نحجبه أو نعمل له كسوف، فنكسف النجم بحيث نحجب عنا أشعته، فأي أشعة حواليه ممكن إنها تصل. كيف؟ هي لاحظوا مثلا صورها، هذا تلسكوب جيمس ويب قبل حوالي شهر أو أقل من ذلك صور نجم وحوالي كوكب، هي بعدة أطوال موجية. الكوكب اللون هنا نهدي أو بنفسجي، هنا لونه أزرق، هنا لونه أحمر، وهنا لونه برتقالي وأحمر. هذه أطياف يعني بكاميرات مختلفة. النجم محجوب، حاطينه مكانه ستار هنا، لأنه حاجبين النجم. لأنه لو أنه مش حاجبين النجم ما نستطيع نشوف الكوكب، لأنه الكوكب إضاءة خافة. فهذه الطريقة تسمى طريقة التصوير المباشر، وهي قليلة أيضا، عدد النجوم مكتشفة قليلة، ولازم يكون الكوكب كبير، ولازم يكون يعني عملية التصوير بدها تكون دقيقة. وهذه من مهمات تلسكوب جيمس ويب اللي راح يعني يطلع بها، وتكون له يعني اكتشافات مختلفة. الطريقة الأكثر انتشارا وهي صاحبة يعني المكتشفات الكبرى هي طريقة العبور. شو يعني العبور؟ يعني لاحظوا كيف النجم هون، شوف هي الكوكب لونه أسود بمر أمام نجم، بمر أمام نجم. إضاءة النجم إضاءة مستمرة. لاحظوا هون ما يسمى بالرسم البياني البروفايل، بيكون عادي إضاءته عادية. لما يمر أمام النجم الكوكب تنخفض إضاءته، بتنزل إضاءته هي تحت، تنزل مع مرور الكوكب، تنزل تنخفض إضاءة النجم. لذلك بنعرف إنه في إشي مر أمام هذا النجم، إحنا مش شايفينه، إحنا لا نستطيع أن نرى، لكن كيف نرى؟ من خلال رصدنا لإضاءة هذا النجم، تغير إضاءة النجم. تلسكوباتنا إحنا اللي كنا نستخدمها في برنامج قطر، مع إنه كانت تلسكوبات صغيرة نسبياً، إلا أنها كانت قادرة، تصوروا، أن ترصد. يعني تصوروا الآن مسافة بيننا وبين الإمارات، خلينا نحكي لنا حوالي بين دوحة وبين دبي، خلينا نقول في 500 كيلو مثلا. تستطيع الكاميرات هاي أن ترصد ذبابة أو حشرة فراشة، خلينا نقول، تمر أمام نور شارع، لمبة يعني موجودة في أحد شوارع دبي، تعرف إنه يعني الذبابة أو الفراشة مرت من أمام هذا النور، وإحنا في الدوحة. يعني لو وضعنا تلسكوبنا في الدوحة ورصدنا لمبة شارع موجودة في دبي، نستطيع أن إيش؟ إنه نلاحظ التغير في إضاءة. هذا التغير هو معظم الاكتشافات قائمة على هذه القصة، اللي هي قصة إيش؟ العبور. ومن من أشهر العبورات عبور عطارد، عبور الزهرة طبعا، إذا كانت يعني معروفة هاي العبورات أو يعني الأحداث الفلكية. في الكواكب الثلاثة بتاعت قطر 4 3B و4B و5B، هنا عملية العبور، هنا لحظة عبور الكوكب أمام نجمه، لذلك تنخفض إضاءة النجم. طبعا هذه المنحنيات الضوئية تسمى المنحنيات الضوئية، بعد أن نشك بأنه في يعني كانديديت أو كوكب أو نجم مرشح، ترسل طبعا للجامعات الكبرى في أمريكا والتلسكوبات الكبرى، ويعاد دراستها مرة أخرى للتأكد أنه فعلا هذا كوكب نجمي يدور حول نجمه. يعني القصة طويلة وعويصة، وليس من السهل اكتشاف، لذلك كانت مكلفة، برامج مكلفة جدا، تلسكوبات وموظفين علماء ودوام و24 ساعة وموزع. يعني القصة كانت مكلفة جدا. مثلا منظومة تلسكوبات قطر كانت في 3 أماكن، في نيو مكسيكو في أمريكا كان في 3 تلسكوبات، وفي يعني جزر الكناري في إسبانيا، وكانت في أيضا في شمال شرق الصين كان في تلسكوب. هذه على أساس أنه نظلنا إحنا مراقبين نفس النجم لمدة 24 ساعة ومصورين. وطبعا
قضية متابعة التلسكوبات شغالة ومش شغالة، والنجوم والغلاف الجوي والطقس، يعني القصة فيها شغل كثير جدا. إلى أن أطلق تلسكوب تيس، هذا اللي هو حق الأقمار النجوم الكواكب النجمية، وهذا قدر طبعا هو أول شيء تلسكوب فضائي، يعني هو ما عنده مشكلة مع الغلاف الجوي والدنيا نهار ولا الدنيا ليل، ما عنده مشكلة إنه الدنيا ليل عنده، زائد حساسيته تفوق حساسية التلسكوبات الأرضية بمئات المرات. فلذلك خلاص قضي على كل البرامج الأرضية، ما عاد للبرامج الأرضية أي قيمة بوجود هذا التلسكوب. وفي الوقت اللي التلسكوبات الأرضية ممكن تكتشف كوكب، هذا التلسكوب ممكن يكتشف 100 كوكب أو 1000 كوكب، يعني القصة. فلذلك خلاص أغلق كل التلسكوبات، وبرنامج قطر أغلق يعني انتهى في مارس آثار 2019، كانت آخر صورة التقطناها أو وصلت إلينا في شهر 3 2019. طيب إذن هذه الكواكب العشرة التي تم يعني اكتشافها، وهي رسومات طبعا، هذه رسومات فقط تخيلية لهذه الكواكب. أصغرها كان كوكب 8 بي قطر 8 بي، وأكبرها كوكب قطر 7 بي. ليش 7؟ لأنه الرقم 7، 10 لأنه رقم 10. طب ليش بي؟ لأنه هو الكوكب الذي يدور حول نجمه A، فالنجم يعطى الرمز A، الكوكب الأول الذي اكتشف حول النجم يعطى B، إذا اكتشف كوكب ثاني حول نفس النجم يعطى C، إذا اكتشف كوكب ثالث يعطى D. واضح الفهم؟ بس احنا في قطر ما اكتشفنا إلا كوكب واحد حول كل نجم، فلذلك كلهم بي 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 بي، كلهم بي، ما في عندنا سي، ما في عندنا دي. طيب الآن هذه الفكرة السريعة عن الإكزو بلانتس أو ما يسمى بالكواكب النجمية، اللي محور مسابقة تسمية أو إعادة تسمية الكواكب أو العوامل العوالم الخارجية أو الكواكب النجمية، اللي يطرحها الاتحاد الفلكي الدولي. واليوم إحنا باعتبار أنه اليوم 4 الشهر، من 1 أكتوبر ل 4 أكتوبر يحتفل الاتحاد الفلكي الدولي بما يعرف ب 100 ساعة فلك أو 100 hours of astronomy عالميا، بحيث أنه نقوم بعمل أنشطة وفعاليات في كل بلد، كل بلد مشارك يستطيع أن يشارك في ضمن هذه الأيام الأربعة، بحيث أنه يرسل صوره، يرسل أنشطته وفيديوهاته للاتحاد الفلكي الدولي، والاتحاد الفلكي الدولي طبعا ينشر هذه الفعاليات من حول العالم، من بلدان كثيرة كما ذكرت لكم، أكثر من 100 بلد حول العالم تشارك في هذه الفعاليات خلال الأيام الأربعة الحالية. إحنا مشاركتنا هذه أو نشاطنا هذا اليوم يندرج ضمن الفئتين، ضمن أنه إحنا نعمل نوضح فكرة المسابقة، وأيضا يكون نشاطا فلكيا، هنتكلم عن الإكزو بلانتس من ضمن 100 ساعة فلك. الآن ما هي مسابقة اللي هي Name Exo Worlds؟ هذه اللي أنتم شايفينها فوق، Name Exo Worlds يعني سمي الكواكب الخارجية أو سمي العوالم الخارجية، بدهم يطلقوا أسماء. طبعا هم لما اكتشفوا الكواكب أعطوها رموز، لأن الكواكب كثير، إلا على فكرة كواكب قطر اللي أخذت أسماء قطر، كل كواكب قطر العشرة أخذت أسماء قطر، لأنه يعني قالوا إحنا راح نكتشف مئات عشرات الألوف من الكواكب، فما راح تفرق كثير إنه يعني عشرة منهم يتسموا باسم بلد الرصد، لا بأس. لكن إحنا مسابقتنا الآن تتكلم عن واحد من 20 كوكب الذين أو التي سيرصدها تلسكوب جيمس ويب، وما بدنا نسميها قطر، ماشي، لا ممنوع نسميها قطر، بدنا نسميها باسم من التراث أو اسم من الـ يعني الثقافة القطرية، سنتحدث عن بعض هذه الأمثلة بعد قليل. طب إيش السبب أو إيش السر؟ السر إنه الحضارات جميعا نظرت إلى السماء. بتعرفوا أنتم في قصة مهمة جدا لازم تعرفوا، بتعرفوا إنه 3/4 نجوم السماء أسماءها عربية. لما نظروا حاليا الآن خريطة السماء 3/4، الرسمي 2/3، اللي مش رسمي 3/4 أسماء النجوم. لاحظ مثلا خذوا الخريطة هاي اللي على اليسار،
خذوا الخريطة أي نجم أزحى 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 معناها أدحي، روحهم داليم يعني ظليم. مثلا خذوا مثلا الهون، هون نجمين بيض كيد يعني البيض والقيد، البيض اللي هو البيض والقيد اللي هو قشر البيض يعني. ماشي، مثل هذه الكلمات المكتوبة بالإنجليزي لكن أصلها عربي، يعني إحنا نتكلم عن حوالي 250 نجم في منها، ثلاث أرباع النجوم في السماء أسمعها. طيب والباقي إما إغريقي يوناني يعني أو روماني أو لاتيني، عن نادرا ما تحصلوا اسم هندي أو اسم فارسي أو اسم تركي أو اسم إنجليزي. كل الأسماء الإنجليزية أكمل نجم هذول دخلوا صاروا دخيلات. الآن قالوا طيب يعني إحنا بدنا ندخل حق الحضارات، من حق الحضارات إنه يخدوا يسموا أسماء إلهم. فلذلك طرحوا قالوا بما إنه أسماء النجوم اللامعة، طبعا هذه أسماء النجوم اللامعة أسماءنا، الآن إحنا نتكلم عن أسماء نجوم خافية يعني النجوم المكتشفة أساسا، هاي الإكزوبلانيت اللي وجدوا عليها حواليها نجوم غالبا أكثرها خافية. في بعضها لا طرحوها في مسابقة 2015 ومسابقة 2019 بتكلم لكم عنها، بعضها كان نجوم مرئية بالعين المجردة، لكن الأكثر لكنها كانت معدودة جدا يعني على عدد الأصابع أو أقل من ذلك. بقية النجوم المكتشفة كلها غير مرئية إلا بالتلسكوبات. لذلك إحنا العرب حظينا بأكثر نجوم السماء بأسماءنا العربية بسبب طبعا اللي هو الفلكيين العرب على رأسهم عبد الرحمن الصوفي اللي أصلا هو اللي رسم هذه الرسومات، يعني هو نقل هذه الرسومات عن بطليموس الإغريقي، لكن جلس يصف مثلا قال الدب، قال الذي على يد الدب، الذي على رجل الدب، الذي على رأس الدب، الذي على رأس التوأمين الجوزاء إلى آخره. فصارت تأخذ أسماء، بدل ما يقول لك على الكف صار اسمها كف، على رأس الحواء صار اسمه رأس الحواء، على رأس مثلا الجاتي صار اسمه رأس الجاتي، على رجل الجوزاء صار اسمه رجل، على صدر المرأة المسلسل صدر ذات الكرسي صار اسمه صدر، وهكذا صار أخذنا الأسماء، أخذت الأسماء كلها من قصصنا العربية. لذلك هم بيحبوا إنهم يدخلوا حضارات أخرى وأمم أخرى تشترك في تسمية النجوم، وهذه المسابقة أحد أهدافها هذا الشيء، إنهم يشركوا الحضارات أو الأمم أو اللغات الأخرى في تسمية النجوم، حتى لكن بشرط إنه يكون هذا الاسم له معنى، يعني أعطيني اسم بس أعطيني معنى. ماشي، لذلك هون لما إحنا نتكلم عن المسابقة مثلا لو حكينا الأدحي اللي هي عش النعام، طيب إيش إله علاقته بالبيض والقيض؟ طبعا النعائم أو النعامات بدها تحط بيضها جوا العش، فإذا في عش وفي بيض. طيب ما علاقتها بالظليم؟ الظليم اللي هو ذكر النعام، يعني النعامة الذكر تسمى الظليم، النعام العادي تسمى نعام أو النعائم، الصغار صغار النعام تسمى الريال، ريالات الريال صغار النعام، فكله مرتبط. فأنا لما الآن بدي أقدم في المسابقة اسم لازم أربط بين الاسم الأول والاسم الثاني، اسم الكوكب واسم النجم، أعطي الاسم الأولاني للنجم والاسم الثاني للكوكب، بحيث أنه يكونوا مرتبطات. بس مرتبطات كيف؟ مرتبطات بثقافة البلد، بأرض البلد، بماء البلد، بتراب البلد، بهواء البلد، بنبات البلد، بشجر البلد، يعني إشي له علاقة هون في هذا المكان. ورحين نتكلم لكم عن بعض الأمثلة لأنه راح نشكل الفرق في مدى. طيب الإعلان جاء من الإعلان اتحاد الفلكي الدولي، لكن إحنا كفلكيين عرب يعني خلينا اتحاد يعني أو إعلان محلي، إعلان عربي هذا، لأنه الإعلانات طبعاً تروح بلغات. يسر الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ومكاتب التوعية، لأن كل بلد فيها مكتب توعية وإحنا مكتبنا قطر، بالدول العربية أن تعلن مسابقة المشاركة في مبادرة الاتحاد الفلكي الدولي لتسمية 20 نظاماً نجمياً خارج المجموعة الشمسية، وهي الكواكب النجمية والنجوم، بأسماء لها مردود تاريخي أو ثقافي محلي. يأتي هذا في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مكتب التوعية الفلكية اللي هو OAO اللي هو Office of Astronomy Outreach، يعني مكتب التوعية الفلكية اللي هو تابع للاتحاد الفلكي الدولي. الآن في 20 في 8 آب أغسطس الماضي
تم الإعلان عن هذه المسابقة وين؟ في مؤتمر صحفي عقد في الجمعية العمومية 31 للاتحاد الفلكي الدولي. هذه عقدت في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية. الآن بدها تعطي الفرصة لتسمية الكواكب النجمية جنبا إلى جنب مع النجوم المضيفة، بدهم يعطوا أسماء لهذه الكواكب. طيب هذه إذن فكرة المسابقة. الاتحاد الفلكي الدولي الآن بعد ما سيعلن أسماء النجوم الفائزة، يعني هو عنده 20، إحنا راح نتقدم 300 فريق. الآن من 300 فريق أو أكثر من 300 فريق، يعني كل بلد بدها تقدم ثلاث فرق، أو يعني ترشح ثلاث فرق، ممكن البلد تقدم 5 فرق أو 10 فرق، لكن اللجنة الداخلية المحلية في البلد ستختار أفضل ثلاث فرق، أفضل ثلاث أسماء وترشحها للاتحاد الفلكي الدولي. الآن في مارس 2023 ستعلن هذه الأسماء الفائزة، وكل كما ذكرنا كل هذه النجوم ستحظى بكونها واحدة من أهداف تلسكوب جيمس ويب الفضائي اللي أطلق كما تحدثنا في 25 ديسمبر كانون الأول 2021، يعني ما صار له، ما كملش السنة، لسه ضايل له تقريبا شهر ونص بكمل السنة. تأتي هذه المبادرة من خلال يعني مكاتب الاتحاد الدولي للتوعية الفلكية ومجموعة العمل المعنية، في مجموعة في داخل الاتحاد الفلكي الدولي اسمها Working Group، هي معنية بتسمية النجوم، هذا التخصص. طيب الآن العشرين نجم حطوا لنا إياهم في الخريطة، أنا ترجمت أو يعني وضعت بعض المعالم لأن يعني عارف الخريطة، هم مش مساعديننا كثير في التعرف على وين، لكن من خبرتنا في شكل السماء وبالاستعانة بالبرمجيات نعرف انه مثلا هذا السماك العزل، هذا السماك الرامح، هذا الاثناعش الكبرى، النسر الواقع، مثلث الصيف يعني. وفي عندي هون بعض الكواكب في الخريف، هون هذه كواكب الخريف، هذه كواكب مثلا هنا في الصيف، هنا في الشتاء ماشي، وهنا في الربيع، يعني هون شتاء ربيع صيف خريف، وفي عندي 20 كوكب. هي ناخذ مثال على هذه، مثلا ناخذ مثلا النجم اللي هو جي جي 1214 تاع اللي هو راس الحواء، ناخذ كمثال قبل. طيب خلينا ناخذ بعدين نرجع لهذا الشيء. طيب مثلا هذا النجم الكوكبي او الكوكب النجمي في مكان ما داخل الدائره هنا، بس هو داخل جوا 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 لانه خافت جدا جدا جدا، معلوماته انه بعيد عنا، يعني يدور حول نجمه في مسافة 1% وحدة فلكية، يعني قريب كثير، يعني عشر المسافة بيننا وبين الشمس، يعني حوالي 15 مليون كيلومتر بينه وبين شمسه. طيب كم يوم يستغرق حتى يدور حول نفسه؟ يوم 1.6 يوم، يعني يوم ونص. طيب ايش كمان؟ كتلته بيحكي لك كتلته 8 أضعاف الكرة الأرضية، أو 2 بالعشرة من كتلة كوكب المشتري. أما بالنسبة لشمسه فهي أصغر من شمسنا، حوالي 2 من 10 من شمسنا ماشي، وقطرها حوالي 2 من 10 من قطر شمسنا. هذه المعلومات، يعني كل نجم كوكب هذه رسومات، يعني تخيلي، هذا تخيل للكوكب يدور حول نجمه. طبعا اكتشف سنة 2009، يشبه كوكب نبتون هون وبعض التفاصيل. الآن مثلا هذا أنا مطلوب مني أختار، أنا مطلوب مني مثلا من بين 20 نجم هذولا، كل فريق مطلوب منه يختار، مثلا والله أنا بدي أختار واسب 63 فريقي. طيب ليش اخترنا؟ مش مشكلة، بإمكاننا نبرر ليش اخترنا، لكن طب إيش الاسم اللي بدنا نعطيه لواسب 63؟ بدي أعطيه اسمين، اسم للنجم واسم للكوكب. لا الفريق الثاني حكى لا أنا بدي أروح على مثلا هاتس مثلا 72 هون في بين الجدي وبين الحوت مثلا، أو ال دبل تي مثلا، أو بدي أنزل لتحت. مش شرط إنه يكون النجم اللي أنا بدي أختاره مرئي، يعني أنا هاي المنطقة كلها طلعوا هاي من هون، هذه كل المنطقة هون تقريبا، هذول النجوم مش مرئيات من عندي، هذول خصوصا أكثر النجوم هاي كلها مرئية فوق، لأنها فوق يعني فوق أفق الدوحة، بس يعني في 2 النير موجود، هذا مش موجود عندنا، هذا مش موجود عندنا، هذا مش موجود عندنا، هذا قريب من الأفق، هذا قريب من الأفق، هذا يعني يرى فوق الأفق، لكن طبعا لا يرى بالعين المجرد، نحتاج تلسكوب.
أقصد معظم النجوم مرئية بالنسبة لنا. لذلك في ناس كثير راح ينافسوا على نفس النجم. يعني أنا لما أتكلم عن 300 فريق ممكن مثلا النجم هذا مثلا جي جي 486 يطلع له مثلا 100 واحد مختار مثلا، بينما مثلا هنا دبليو دي يكون مثلا اثنين مختارين مثلا، لذلك اثنين بتنافسوا على هذا. طيب إذا فشلوا اثنين بروحوا بيختاروا من الفرق الثانية، طبعا إذا ما كانت الأسماء مناسبة، مثلا اثنين بس بتنافسوا على هذا النجم والأسماء مش مناسبة وعرضهم مش جيد فيلغى عرضهم ويعطى الآن الفرصة للفرق الأخرى، مثل فريق رقم اثنين وفريق رقم ثلاث من البلد. أول إشي الرقم واحد مثلا ما زبط اختاروا الرقم الثاني أو الثالث، ما زبط بروحوا على البلدان الثانية وبيبدوا يختاروا من الفرق الأخرى تسمي هذا النجم، تسمي هذا. يعني قصة هم بيشتغلوها من شهر 12 لشهر 3 راح نشتغلوا عملية التحكيم. إحنا لازم نسلم 11-11، لازم نكون مسلمين، لازم نكون مسلمين مشاريع. الآن نتكلم عن مشاريع. الآن هم عملوا الاتحاد الفلكي الدولي عمل مسابقتين قبل هيك، عمل مسابقة سنة 2015 وكان فيها يعني أعداد كبيرة من النجوم أكثر من 31، وعمل 2019 طبعا الوطن العربي معظم الدول العربية اللي شاركت زي المغرب وسوريا والأردن والجزائر، دول كل الدول تقريبا أخذت أسماء كلها، مثلا كلها سمت نجوم. مثلا الأردن اختارت وادي رم والبكر، مثلا سوريا اختارت أوغاريت وإبلا مثلا، يعني راح نشوف الآن. فقالوا ليش طيب 20 وإذا ما فزنا؟ قال إذا ما فزتوا على المسابقة الجاية، إذا ما فزتوا في المسابقة الجاية للبعدها. يعني الكواكب لن تتوقف عن العدد هيزيد والمسابقات لن تتوقف. طيب الآن إيش شروط المسابقة؟ إنه كل فريق، إحنا مثلا بدنا نعمل، خلينا إحنا نتكلم عن 11 مدرسة إحنا الآن مشاركين اللي هي قطر، 11 مدرسة. الآن 11 مدرسة إما كل مدرستين بيكونوا مع بعض في فريق، أو كل ثلاث مدارس بيكونوا مع بعض في فريق، أو يعني بحيث إنه الجميع. وأنا بفضل يعني يكون مدرستين مدرستين بيكون جيد، لكن اللي راح نتوافق عليه هذا في النهاية. الآن الفريق الواحد سواء مدرستين أو مدرسة أو ثلاث مدارس مشكل من عدة أشخاص، طلاب، معلمين، مهتمين، هواة فلك، فلكيين، أي ناس ممكن تدخل في الفريق عادي، نسجل اسمائهم وين هو بيشتغل، إما طالب في مدرسة أو في جامعة أو في نادي فلكي أو في قبة فلكية أو هاوي فلك لحاله أو إلى آخره. ومعانا مجموعة من الإخوة هواة الفلك موجودين راح نوزعهم على هذه الفرق والأفرق. طيب إيش بدنا نختار؟ بدنا نختار اسمين لهما مردود ثقافي أو تاريخي أو علمي معبر عن الثقافة أو التاريخ المحلي. الآن ممنوع أسماء الأشخاص، السنة هاي مسابقة هاي السنة ممنوع أسماء الأشخاص، السنوات الماضية قبلوا أسماء الأشخاص، مثلا بدي أسمي مثلا بيرون أو البتاني أو ممكن يقبلوا، السنة هاي ما بيقبلوا. لذلك لازم يكون اسمين يعني إلهم علاقة ببعض. مثلا سوريا سمت أوغاريت وإلبا لما فازت المرة الماضية، الأردن سمت البتراء وادي رام، تونس سمت الخمسة والشيشة، الخمسة اللي هي الطاقية أو الشيشة الطاقية الحمراء، والخمسة اللي هي الكف الأزرق هذا اللي بيعملوا علقوه مرات في السيارات، إله يعني إلها ثقافة في تونس. وهكذا وكل بلد وناس سمت شجرة ونبتة، زهرة وحشرة، ماء وبحر، سموا قوقعة وبصر إيش، يعني أشياء لها علاقة لكنها في موروث البلد. مثلا إحنا مثلا عندنا قطر وما حولها من الدول والبلدان لحد عام 1930 كان مصدر الرزق الأوحد اللي هو صيد اللؤلؤ، إحنا ودبي وعمان والمناطق هاي والبحرين كلها كانت صيد اللؤلؤ. لذلك اللؤلؤ له أسماء مختلفة، له الصياد، صياد اللؤلؤ له اسم، السفينة إلها اسم، عملية الغوص إلها اسم، وهكذا. مثلا
في عندنا مثلا أشجار معينة في قطر، مثلا الشجرة المشهورة السدرة مثلا على سبيل المثال. في عندنا شواطئ معينة مثلا زي ما نحكي زكريت مثلا، نتكلم عن الخور، نتكلم في أشياء راح نتكلم عنها بعد شوي يعني من الأسماء. إذا إحنا بدنا مطلوب إنه كل فريق يختار نجم، هي أول شيء. أول شيء يشكل فريق الأسماء، ثاني شيء يختار نجم، ثالث إشي النجم، ثالث إشي يختار الاسمين والاسمين يكونوا قويات، رابع إشي بده يعمل نشاط في فيديو وصور بحيث إنه يحطه في التقرير، خامس إشي إنه بده يكتب عن هذا الأسماء اللي اختارها ماذا تمثل في التراث، في الحضارة، في الثقافة اللي موجودة عندنا، بحيث إنه ويرفدها بالصور، يرفدها بالفيديو، ويعني إذا كان في قصة لها علاقة بالنجوم لا بأس يعني كمان بتكون أقوى، وهكذا. فكل الفريق ثم يملأ الطلب اللي هو ندلكم عليه وين يملأ، وقبل 11 الشهر إحنا بنكون فرزنا الطلبات وعيننا مين يعني، أو اللجنة المحلية، لجنة التحكيم المحلي بتفرز الطلبات أو يعني اللجان أو يعني أفريقيا وإيش أني أحسن ثلاث، فتختار أحسن واحد واثنين احتياط بتكون. في جميع الأحوال كل المشاركين بغض النظر ترشحت اللي هي يعني أسماءهم للمسابقة العالمية أو ما ترشحت، بيحصلوا على شهادات من الوزارة أو يعني موقعة من الوزارة. في حال إنه قطر فازت بأحد الأسماء الثلاث اللي هي الفريق الأول أو الثاني أو الثالث، بيكون طبعا هذا يعني إنه إحنا عملنا إنجاز كبير للبلد، وقتها بيكون في عنا يعني نشاط إعلامي واحتفال وإلى آخره، وراح هذا نتكلم فيه إن شاء الله. طيب، يمكن لفريق أو أكثر من نفس البلد أن يتقدم بتسمية أي كوكب، يعني للعشرين كوكب مثلا إحنا الثلاثة بدنا نختار نفس الكوكب، حرين بتكون لا خلينا نفس غير كوكب عشان يصير احتماليتنا أفضل، ممكن نختار كوكب يعني نجم ونجم ونجم مختارات. بدنا نقدم مقترحات مصورة بالأنشطة والفيديوهات وإلى آخره. ممكن نستعين بفلكي، أنا مثلا هذا نشاط أنا فلكي، لكن الاتحاد الفلكي الدولي يوفر عبر هذه الرابط اللي اسمه Meet IAU International Astronomical Union أسترونومي، يعني لقاء مع عالم أو لقاء مع عالم فلك، فلك بإمكانه تستضيفه وتطلبوا منه مثلا يعمل لكم محاضرة أو مداخلة يحكي لكم فيها عن الإكزوبلانتس، الكلام اللي أنا حكيتكم إياه قبل شوي بطريقته، يعني هو بيتكلم بطريقة غير اللي أنا بتكلم فيها، وتسجلوا هذا الكلام وإنه إحنا استضفنا واحد من برا اسمه كذا كذا، وضفتوه طبعا لأنه هذا يضاف على اسم الفريق ضمن اسم الفريق الفلكي اللي أنتوا استضفتوا. طيب الآن، طيب إحنا ممكن نكون معلم وطالب وفلكي ورئيس جمعية ونادي علمي، كل هذول ممكن ندخلوا فيه. الآن سوف يتم التقدم باسم، هذا حكينا، سيتم اختيار اسم من وإطلاق على الكوكب ونجمي بمناسبة الثقافة. لا يحق لعضو اللجنة المحكمة أن يكون عضوا في أي فريق، في عنا لجنة محكمة وفي عنا ثلاث أو أربع أو خمس فرق، ما بصيرش أنا إذا كنت في اللجنة المحكمة بصيرش أكون معكم في أي، لكن أنا بساعدكم، أنا ممكن هيني أنا حيثبتكم محاضرة الآن، إما بكون فلكي معكم أو بدخل في اللجنة المحكمة وبنسحب من اسمي ما بصير معه، أو بجيب لكم واحد فلكي يحكي لكم، أو إني بدخل معاكم في اللجنة في اللجان في الفرق وبنسحب من اللجنة المحكمة. أنا اللجنة المحكمة راح نحطها من الإخوة الأعضاء الأساتذة اللي موجودين معانا والمعلمات والطلاب، بحيث إنه هي تقيم الفرق والأسماء. طبعاً بتكون تشتغل الآن معانا خلال هذا الشهر يعني ثلاث أسابيع، خلينا نحكي معنا ثلاث أسابيع قبل نهاية الشهر بأسبوع، قبل كسوف الشمس 25 الشهر بدنا نكون يعني كل فريق خلاص أعطاني النتيجة النهائية، وحيث إنه صور الفيديو واشتغلوا على التصوير مع بعض، الصور أو الفيديو اللي أخذتوه المدرسة الفلانية والفيديو هذا ادمجوها مع بعض بحيث إنه الفريق يعطينا إشي مميز. إذا في مثلا بدي أسمي شجرة بروح بصور الشجرة، إذا في مجال أحكي مع التصوير مع الشجرة وهذه الشجرة تنبت في هذا المكان وهذا يسمى كذا، إذا الاسم عن الشجرة مثلا زي السدرة مثلا بدي أروح أصور السدرة، يعني مش معقول ما أصورش السدرة،
فلازم احط لها صوره، واذا بستطيع احط لها فيديو كمان بيكون افضل. المهم يعني هي فكره انه يكون في عندي شيء مميز مقنع حتى اقنع اللجنه الدوليه انها تقبل اقتراحي، خاصه لانه انا يعني بعمل شيء له علاقه بالنجوم، او انا حابب انه هذا النجم يسمى بهذا المسمى. طبعا تلسكوب جيمس بده يسمي او بده يرصد هذه الكواكب العشرين. الكواكب زي ما حكينا موجوده هون، اذا دخلتوا على الليسته هاي ماشي مباشره بيعطيكم، خليني افرجيكم افرجيكم بالضبط. طيب الان هذه هذا اي نجم، اي نجم بضغط عليه من العشرين بيجي بيعطيني تفاصيله، معلوماته كامله كامله، ايش نوعه وين موقعه وايش مسافته وكم كتلته، الكلام اللي حكيناه قبل شوي اللي قبل شوي. فانتوا وبامكانكم تعرفوا وين موقعه، اذا بدكم تعرفوا وين موقعه اكثر بامكانكم تدخلوا على ستلاريوم مثلا، تدخلوا الاحداثيات او تدخلوا اسم النجم، روح بيجيب لكم اسم النجم وتفاصيله. يعني يعني سهل انه نختار نجم من العشرين نجم، مش شرط انه كل الفرق تختار نفس النجم، احنا عشرين ممكن تختاروا عشوائيا والله عجبني هذا النجم، او تدرسوهم وتختاروا. لا تنسوا انه مش لحالكم راح تختاروا العشرين، على الاقل في زيكم عشرين حدا راح يختار نفس النجم، اقل اشي عشرة الى عشرين ويمكن ثلاثين ويمكن اربعين فريق يختاروا نفس النجم، فانتوا بتكونوا بتنافسوا 40 او 30 فريق على تسميه هذا النجم. لذلك لازم تكون تسميتنا قويه، واحنا ان شاء الله بنحاول من خلال المعطيات هذه اللي راح الفرق. خلينا نعطيكم بعض الامثله. طلعوا مثلا ممكن كتارا، لانه الاسم القديم لقطر، لقطر اسمه كتارا، يكون في عندي مثلا تشتهر مثلا بشجر السدرة او السدر ماشي، وسدر منه وشيء من سدر قليل مثلا، اللي هو ملان البلد شجر سدر، وهي اصلا سدر بتعرفوا شعار مؤسسه قطر للمعلومه. طيب مثلا اشتهرت قطر بصيد اللؤلؤ، من اسماء اللؤلؤ اللؤلؤ الاصفر او الاحمر بسموه الدانا، او اللؤلؤه اللؤلؤه مثلا، الصياد اللؤلؤ اسمه جزو. طبعا هذا احد يعني نماذج، بس انتم لما بتكونوا تتكلموا عن اللؤلؤ تراث وعالم وكل واحد له وظيفة بإمكانكم تختاروا يعني اللي بدكم إياه. مثلا الخور سمى المصب أو الخليج، زكريت مثلا الساحل أو يعني الشاطئ، أو في أسماء كثيرة. مثلا بديش أنا مش حابب لا أخفيكم شخصيا مش حابب نطلع على اللي هي القلعة اللي في الشمال، أنا اسمها يعني مش عارف، لكن في أسماء كثيرة في البلد خصوصا الطلاب اللي درسوا التاريخ، تاريخ البلد في أسماء كثيرة، في مواقع كثيرة، في يعني نباتات كثيرة، اللي له علاقة في البحر، له علاقة في الجو، له علاقة في الخريطة. واحد من الأخوة اقترح قال لي ليش ما نسمي، أو الأساتذة قال ليش ما نسوي مثلا إيش إيش اسمه الأدعم اللي هو اللون العنابي أو اللون إحنا نسميه الخمري، العنابي الأدعم. بس مشكلة لو أنك بدك ترفعوا الأدعم بدك تكتبوا أدعم تطلع آدم، يعني إذا طارت الفاصلة بصير آدم، وقتها قل لك آدم شو معنى صحيح راح تشرح له أدعم كذا كذا مثلا. فإحنا بدنا نختار اسم قوي ماشي، اسم قوي زائد إنه نبرر، لازم نبرر. طيب إذا هذا الكلام أمامكم كنماذج انتوا بتختاروا اللي بدكم اياه، بس طبعا ما فيش فريقين يختاروا نفس الكلام، كل فريق بده يختار. نعطيكم يعني انتوا مثلا هذول اختاروا كذا، هذول اختاروا كذا، هذول اختاروا كذا، بحيث انه ما في او انه بتخبرونا يعني كلجنه عشان نعرف انه والله هذا لا تم اختياره، او هذا لا مش ما تمش اختياره، او هذا منيح او هذا مش منيح، هذا قوي مش قوي. الان عندنا طريقتين لتقسيم الفرق، عندنا 11 مدرسه عدا الفلكيين وهواة الفلك وطلاب الجامعات وأعضاء الله. إحنا نتكلم الآن عن المدارس على أساس إنه نوزع لها، إما بنقسمها لثلاث فرق مثلاً، هذه مقترحات يعني هيك عشوائية، مثلاً علوم التكنولوجيا الفلسطينية عائشة، الخور اللبنانية حفصة، علي بن جاسم زينب، روضة بن جاسم أبو بكر الكوثر، هذا 11. إما بنقسمها بالطريقة هاي أو نقسمها بالطريقة هاي مثلاً 2-2، يعني إما بنعمل خمس فرق
أو بنعمل ثلاث فرق. في جميع الأحوال هم ثلاث فرق اللي بدهم يطلعوا، بس يعني بس هون إذا عملنا خمس فرق أنا بعطي مجال لتنافس أول إشي، إنه مين يقدم أفضل ثلاث أفضل اسمين وأفضل ثلاث يعني ثلاث فرق، زائد إنه بصير إنه ينضاف تجيبوا فلكيين غير يعني في عندنا مجموعة فلكيين في البلد، الدكتور بشير موجود، والدكتور دكاترة جامعة حمد بن خليفة موجودين، يعني في عندنا مجموعة هون. إذا ما في فلكيين بنستعير فلكيين من برا لا بأس، بس أقصد إنه بصير أول شيء التواصل، إذا كانوا مدرستين وضفنا لهم كمان فلكيين من برا أو ثلاث هواد فلك بصير العدد إيش سهل التواصل. إذا أنتوا بدكم تفضلوا إنه تعملوا ثلاث فرق فقط ونرشح الثلاث فرق فقط ماشي، والجميع يكون مشارك، ما عندي مشكلة أنا في النهاية، بس بتصير عملية التواصل عادكم دبروا حالكم وتصيروا تنسقوا بشكل مضطرد وشكل مكثف، بحيث إنه تطلعوا بنتيجة وتكلفوا حدا يعمل فيديو، حدا يختار، وحدا يتواصل، وحدا كل مجموعة بدها يكون في عندها طريقة للتواصل. ممكن تعملوا مجموعة واتس أب، وممكن تكونوا أنتم مثلاً بطريقة معينة تتواصلوا مع بعض، تأخذوا تليفونات بعض. فإيش أنتم بناسبكم احكوا لي الآن، بيكون أنا هيك خلصت العرض والوقت تقريباً خلص، بس قبل ما نخلص افتحوا الميكروفونات لو سمحتوا، اللي حاب يتكلم يفتح الميكروفون ويشارك، سواء من الأساتذة المعلمين والمعلمات أو من الهواة الفلك. الطلاب طبعاً بينقلوا كلامهم للأساتذة. تفضل مدرسة الفلسطينية لينا ولا مين؟ لينا، يعطيك العافية أستاذ ثاني. تفضل أستاذ لينا. سؤالي هلأ، المسابقة هاي نفس اللي مشاركين بأولمبياد الفلك هم نفسهم يشاركوا فيها ولا ممكن حاجة؟ لا 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 هذا برجع لكم، يشارك نفسنا؟ أنتوا حرين، هذا برجع لكم، بدكم إياهم نفسهم، بدكم مش إياهم نفسهم، إيش برجع لكم؟ نعم تمام. انا اسم المدرسه الفلسطينيه للبنات مو مدرسه الافريقه، هاي كيف بدي انظم الفريق مع مدرسه ثانيه؟ ما في مدرسه، انتم الاثنين مع المدرستين بدكم تطلعوا لي ثلاث اشخاص بس. تمام، يعني رح نتعامل احنا مدرسه البنين مع بعض. ايوه مدرسه واحده. ايوه تمام، مدرسه باسم مدرسه واحده. تمام. نعم. رح نكون متشاركين مع فريق ايضا من مدرسه ثانيه. نعم. كل الشكر استاذ هاني. شوفوا الان اذا انتم اللي امامكم مناسب، اذا التقسيم المناسب احكوا لي اول شيء، اعطوني يعني تصويت انه خمس فرق ولا ثلاث فرق، اعطوني افتحوا المجالات. ميلاد تفضل دكتور. تفضل مدرسه قطر العلوم تفضل شباب. يلا انتوا اثنين فاتحين، نبيل وميلاد فاتحين، تفضلوا احكوا. طيب الان نبيل مدرسه قطر العلوم والتكنولوجيا، الشباب هم موجودين وبقولوا بفضلوا الخمس فرق. خمس فرق حلو كثير. طيب هاي عندك انت الخمس فرق امامك، مع مين بدك تشتغل؟ انا بفضل لا اخفيكم، انا بفضل يكون الفرق مختلطه، يعني انا بدي يكون انه هذول الناس يعني انتوا عارفين يعني كل مكان الأشخاص مختلفين ذكور وإناث كل مكان أفضل، بيكون الفريق أقوى، هيك هم بيقيموا ترى، يعني مش تقييمي أنا بالنسبة إلي لا خليهم بنات ولاد، بس هم بقول لك أنتوا ليش عاملين هيك، أنتوا عارفين النظام العالمي الجديد. شباب بقول لك جاهزين، ما عندهم أي مشكلة مع أي فريق. طيب حلو كثير، خلص أوكي يلا تفضل دكتور ميلاد، تفضل. في حدا بتكلم؟ طيب بلال عواد، دلال، آمنة، أستاذ محمد مقاتي، أحمد، وينه أحمد؟ تفضلوا أستاذ محمد، تفضل مقاتي. سامعيني؟ حسام، أستاذ حسام موجود؟ يلا يا قوم، في حدا بده يتكلم؟ مدرسة زينب؟ ألو؟
يا الصوت راح عندي يا إما ما أنتم سمعيني. سمعيني الصوت واضح. سمعيني يلا يلا، ما أحد بده يتكلم؟ نعتمد خمس فرق ولا ثلاث فرق؟ أعطوني بس ثلاثة، يعطوني آراءهم على الأقل. هاي نبيل حكي، أستاذ نبيل حكي خمس فرق. نبيل بحب التحدي. خمس فرق برضه، خمس فرق. أنا مع خمس فرق. حلو حلو، هاي المدرسة الثانية خمس فرق. مين كمان؟ أحمد رسلان شو رأيك؟ طيب أستاذ هاني، طالما إحنا حنكون خمس فرق، أنت رح تأخذ منهم ثلاثة اللي رح يتأهلوا صح؟ ثلاثة واثنين رح يستبعدوا، أما لو كانوا ثلاث فرق رح تأخذ الجميع. أنا أعطيتكم خيارين، هو يا عشان يشتغلوا الجميع مع بعض أو يشتغلوا تنافس، لكم الخيار. ما هو هنا حنصير نتنافس داخل قطر بعدين نشارك دوليا صح؟ هو هذا الأصل يصير، تفهم علي كيف؟ هم أصلا هيك طالبين إنه بدكم تعملوا الفرق. أصلا أنا مخفض العدد، أنا ما فتحتها لكل المدارس، ولا بيصير عندي 30 فريق، وأنا 30 فريق مش راح أقدر خلال الشهر أحكم لثلاثين فريق أو إني أشرح لثلاثين فريق، لذلك أنا اخترتكم الآن. فإذا أنتوا خمس فرق يعني اشتغلوا كل فريق فريقين أو كل مدرستين أو مع مجموعة، اشتغلوا على اسم، بس جيبوا اسم قوي وتنافسوا. بدكم هو بجميع الأحوال جيبوا أسماء قوية، فهم علي كيف؟ لأنه أنا مش راح أرفع ثلاث أسماء وتطلعش قوية مثلا، فهم علي إيش؟ ست سامية شو رأيك؟ سامية محمد وسامية الأحمد. أنا مع خمس فرق أستاذ هاني، ده رأيي. حلو كثير، هاي ثلاث أشخاص. كمان مريم ما حكيتي لي رأيك، أنت ثلاث أشخاص، ثلاث فرق ولا خمسة؟ عادي هي خمس فرق يعني أنا مش فارقة. خلص إذا ها. طيب مين كمان؟ هو الأفضل طبعا هي تبقى خمس فرق علشان خاطر يبقى في تنافس والشباب تشتغل بروح أقوى يعني. يلا شد حيلك عشان نحطك في، دير بالك على الفرق. طيب ممتاز، الله يسامحك. طيب. طيب اللهم آمين آمين. طيب أنا بدي أقترح من الآن لو سمحتوا، لجنة التحكيم بدنا نعملها من بدي أدخل ناس معاكم في الفرق، لكن بدي أخذ ثلاث أشخاص لجنة التحكيم اللي هي البانل بسموها لجنة التحكيم الوطني، من الإخوة والأخوات غير المعلمين والمعلمات، مين بحب يشارك معنا في لجنة التحكيم؟ أنا اللي أمامي محمد الميقاتي وبلال وأحمد رسلان والدانا ومين كمان؟ محمد شكري ومين كمان؟ مين كمان؟ أنا والدكتور بشير. عندنا الدكتور بشير بدي إياك للفرق، بدي إياك للتحكيم، أنا بهمني تكون مع الفرق لأنه بتساعدهم. شو رأيكم؟ يلا ارفع ايدك احكولي مين؟ تخافوش مش راح يكون الشغل كثير. يلا 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 يلا. السلام عليكم استاذ، صوتي واضح؟ دانا. اهلين استاذ. انا ما عندي مانع ادخل بالتحكيم، بس يصير ندخل في التحكيم والاشراف على الفرق؟ لا لا ممنوع ممنوع ممنوع. لا يا استاذ هاني، يا استاذ استاذ بلال، أنا ممكن أشارك كمحكم إذا حابب أو زي ما بدك يعني. حلو، هاي بلال محكم. إيش يا دانا، بدك محكم ولا بدك فلكي فريق؟ وجميع أحوال اسمكم راح يطلع من الفائزين يعني، سواء محكمين أو هذا يعني، إحنا لما نعلن بده يطلع المحكمين جزء من الفائزين. هي أكيد، بس الفكرة أن يعني أنا أفضل أن أكون في التحكيم، بس بعد أن ودنا يعني شوي نساعد الطلاب ونكون معاهم يعني. لا 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 الأمور. نساعد الطلاب، احنا مش محين نساعدهم، بس ممنوع الاسم يدخل في ضمن هذا، يا تحكيم يا اسمك بدخل في الفريق، فاختاري. بفكر بقول لك. طيب ما في مشكلة. احمد رسلان شو رأيك؟ محمد ميقاتي شو رأيك مع حفظ الألقاب؟ انا ممكن ادخل مع التحكيم. حلو كتير. استاذ محمد الميقاتي بتحب تساعد الطلاب ولا تشتغل مع التحكيم؟ لا انت ابن التراث لازم تساعد الطلاب، انا مع انك تاخذ لك فريق قوي، شو رايك؟ سامعني؟ طيب امنه، وينك يا امنه؟ امنه بنياكي مع فريق، لان
أهلين أستاذ. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير إن شاء الله. بدك تساعدينا كثير لأنه الأسماء المحلية كلها عندك. أي إن شاء الله. كل أسرار البلد فأنتوا راح تختاروا لنا أسماء. يلا اللي ترى استغلوها آمنة عشان تاخذوها معاكم في أحد الفرق لأنه هي بنت بتعرف. محمد شكري شو رأيك؟ أنت لا فلكي لا تكون معنا. ما في كلام لك. خلاص محمد عاشور. مين محمد عاشور؟ محمد عاشور أي مدرسة؟ أو مهند عاشور؟ من علي بن جاسم. علي بن جاسم. طيب أهلا. طيب. ست إيمان ما سمعت صوتك. زينب طيب مبدئيا شوفوا الشاشة اللي أمامكم نعتمد هذا التقسيم مبدئيا اللي عنده اعتراض يحكي لي. أستاذ هاني مع بلال بحكي ممكن مداخلي. أظن الفرق يمكن التنسيق بينهم يكون صعب والوقت محدود وكثير محدود. صحيح. فليش أنت ما تعمل كل مدرسة تعمل هي تحط بروبوزل مقترح وبتختار منه ثلاثة من كل الأحسن ثلاثة من كلهم. أنا هذا رأيي لأنه ما ظنش إنه التنسيق بهذا الوقت الضيق هيكون كويس ويمكن يشتغلوا مع بعض ما يقدروا يشتغلوا مع بعض بصورة سليمة يعني. طيب أنا والفلكيين اللي برا وهواة الفلك اللي برا كيف يشاركوا معاهم زي مثلا آمنة زي أحمد رسلان زي محمد المقاتي الناس اللي برا يعني ما العدد ما هو بيعتمد على العدد إذا في عدد مشاركين بغطوا كل الفرق كل واحد بيشترك مع فريق. طيب بس في الأخير لازم يتداخلوا مع بعض يكون الفريق مصعب. أختار فقط فريق من مدرسة واحدة من ثلاث أشخاص لازم يكون الفريق 10 أشخاص على منوعين أساتذة معلمين وفلكيين وهواة فلك فاهم إيش من لازم في النهاية يعني مدرستين على الأقل يدخلوا مع بعض مع الناس اللي معهم. لازم مدرستين مع بعض يدخلوا فريق واحد على أساس العدد لأن إذا بدي أعمل غير هيك معناها بدي أزيد عدد الطلاب المشاركين من المدرسة الواحد أخليهم 6. المشكلة مشكلة التنسيق لازم يكون تنسيق كثير كويس بينهم يكونوا يعني عشان ثلاث مدارس تشتغل مع بعض وتنسق مع بعض بجوز فيها صعب شوي حاليا بالوقت الضيق الموجود. أقترح إنه الأستاذ والمعلمة أو الأستاذ أو المعلم والمعلمة يحكوا مع بعض واتساب عادي إحنا صار معنا كذا وينسقوا لأنهم والشق الثالث اللي معاهم من برا ثلاث أشخاص يعني مجموعة من ثلاث أشخاص. ممكن بهذه الطريقة إنه إذا الناس اللي يعني رؤساء الفرق مثلا والمعلمين هم اللي تواصلوا مع بعض أفضل يكون تواصل مباشر ممكن. طيب إذا خلينا نعتمد الخمس فرق وراح أضيف لكم لكل فريق شخصين إضافيين ماشي لكل فريق من الخمسة من المجموعة شخصين أو ثلاثة وإذا بتحبوا تضيفوا من عندكم كمان أشخاص تعطوني خبر بس مش طلاب أو طالبات من برا بحيث إنه يزيد عدد الفريق لكن من غير الطلاب والمعلمين. أوكي توافقنا على هذا الكلام مبدئيا متوافقين إن شاء الله. وكلنا على الله عشان الوقت انتهى عشان الوقت انتهى. طيب بس سؤال أستاذ هاني ممكن؟ نعم تفضل. بالنسبة إحنا المدرسة الفلسطينية كوننا قسمين بنين وبنات كم عدد المعلمين والطلاب المسموح فيهم؟ لأن أنتوا بما إنه مدرستين بتكونوا عندك طالبتين وطالبين وأستاذ ومعلم ما في مشكلة. يعني أربعة طلاب من البنات والأستاذ. طالبين وطالبتين أستاذ أيوة. ومعلمة. يعني ثلاث من هون ثلاث ما في مشكلة. تمام خلاص أوكي كل الشكر. نعم المدرسة اللبنانية كمان إذا بدهم يشاركوا بنتين وولدين بصير ما في مشكلة. أوكي على بركة الله. السلام عليكم. هل ينفع أعضاء إدارة نادي الفلك يدخلون في التحكيم؟ أعضاء نادي الفلك راح واحد يدخل منهم في التحكيم الباقي يدخلوا في الفرق لأنه بهمني يساعدوا بهمني أسماءهم تطلع تنافسية. تمام يعني واحد بس يدخل التحكيم يعني انه هي لجنة التحكيم مش لازم تكون كثير كبيرة يعني هو اقلها 2 اكثرها 5 ما راح تكون كبيرة لا يعني بتصير صعبة التوافق كثير.
تختاروا تختاروا لكم واحد يدخل في لجنه التحكيم، بس بدي الباقيين يدخلوا مع الفرق، لانه انا بدي حدا يساعد الفرق كمان. في شغل تمام، في شغل. ماشي طيب. شكرا استاذ هاني، شكرا جدا. يعني احنا جاهزين لاي شيء، بس لان عندهم خلاص بدهم يرجع على حصصهم. يلا 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 توكلنا على الله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا لك. تسجيل من بعث الكلية. السلام عليكم.